أما الأولى فهل هذا حياء من الله؟ أليس الله أحق بأن نستحي منه؟ خذوا هذا المثال الذي سيقرب لكم كثير من الكلام. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال: يا إبراهيم، أنا أحب الذنوب والمعاصي، فانصحني، ساعدني على نفسي، أريد أن أوقف هذه النفس الجامحة المنطلقة في كل خطيئة. قال: سأعطيك نصائح، نفذها، فإذا استطعت اعص الله كما تحب. قال: هات. فرح، ظن أن هناك مخرج. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله، اخرج من ملك الله واعص الله تعالى، لا يليق إنك تكون تعيش في ملك الله وتعصي الله. قال: إلى أذهب، ولله ملك السماوات والأرض. قال: أما تخجل أن تكون في ملكه وتعصيه؟ قال: هذه صعبة، أعطني غيرها. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. قال: أين أذهب والله تعالى يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء لا تخفى عليه الخوافي جل جلاله؟ قال: أما تخجل أن تعلم أن الله يراك وتفعل الذنب؟ قال: زدني، هذه أصعب من التي قبلها. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تتقوى على الذنب برزق أعطاك الله إياه. الحين الجوعان ما يتلذذ بالخمر، يبغى الماء، يبغى الأكل، والعطشان لا يتلذذ بأكل الربا لأنه يريد أن يشرب، والإنسان الذي لا يبصر لا يستطيع أن ينظر إلى معصية الله، والذي لا يسمع لا يستطيع أن يتمتع بمعصية الله. إذا نحن نتمتع بالذنوب بنعم الله التي أعطانا الله إياها. فقال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق أعطاك الله إياه. قال: وهل في دابة على وجه الأرض إلا على الله رزقها؟ هذه صعبة يا إبراهيم، أعطني غيرها. قال: إذا أردت أن تعصي الله ثم جاءك ملك الموت وأنت في معصيتك، ما زال عندك مال ربا، ما زال عندك ذم، المهم جاءك ملك الموت، فقل له: يا ملك الموت، أستأذنك اذهب وعد إلي بعد فترة لأتخلص من الذنب. قال: أين أنا من قول الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أين أذهب؟ قال: عجيب، تعيش في ملك الله وتعلم أن الله يراك وتتقوى على المعصية برزق الله وتعلم أنك لا تعلم متى يأتيك الموت، أما تخجل من الله؟ فأنا أنصح نفسي وأنصحك أخي معي، فكر بهذه الأمور واحيي الحياء من الله في قلبك، لأن هناك فرق يا إخوة بين الذي يفعل الذنب ولا يبالي وبين الذي يفعل الذنب وهو خائف. يعني مثلا شخص غاب عن صلاة الفجر مثلا، تجد الأمر عنده طبيعي ولا في أي مشكلة، يقوم ويذهب ويداوم، ممكن ما يصليها إلا مع الظهر، ما عنده مشكلة، الأمر عادي جدا، خلاص تعود، تعود أنه إذا قام الساعة 7-8 صلى ركعتين ومشى إلى عادي، ما في أي مشكلة عنده. أليس هذا من الذين استمرأوا الذنب؟ لكن واحد ثاني تأخر عن صلاة الفجر تجد يومه كله أسود في نظره، ضائق صدره، متكدر خلقه ونفسيته. لماذا؟ لأنه يرى أنه ارتكب ذنب عظيم، كيف أترك صلاة الفجر؟ شفت الفرق؟ أنت أي واحد من هؤلاء؟ هذا الذي يحترق قلبه هذا هو الذي يستحي بالله، أما الذي لا يبالي مشكلة يا إخوة. ننتبه من أنفسنا، لا يستدرج للشيطان لأن نصل إلى هذه المرحلة المنحطة. الوقفة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العظيم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والعفو هنا نوعان: معافى من أن يتكلم الناس فيه، يحميها الله من الناس. ولذلك يقول بعض السلف: إذا
إذا يقول إذا أنت كنت في نعمة عظيمة وأعجب الناس فيك فاعلم أن هذا بستر الله عليك، لأن هناك أشياء مخفية ما يراها الناس الله سترها. لماذا؟ حب لك، أو أن يعلم نيتك عند الذنب أنك لست من الذين يستحلون الذنوب. إذن انتبه، من كل أمة معافى إلا المجاهرين، هذا الأول. الثاني أنه لا يعافى يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا تبجح. أنت لو يأتيك ابنك أمامك ويدخن ولا يبالي فيك، هل هو مثل الذي يستتر عنك؟ أنت وأنت بشر ضعيف، فكيف بالله ولله المثل الأعلى. ولذلك ذكر مثل هنا في نفس الحديث، يقول عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. كم واحد سافر في نهاية الأسبوع وخبص الدنيا، ثم جاء ابنا بمئة مقطع يتفاخر بما فعل مع فلانة، وبما فعل في المكان الفلاني، وبما فعل في تلك الليلة. يا أخي سترك الله، استر نفسك، لا تفضح نفسك، لأن هذا عدم حياء من الله، وهذا يدخل في حديث كل أمة معافى إلا المجاهرين. الثالثة يا إخوة، أن استمراء الذنب يوصل إلى ختم القلب. شوفوا يا إخوان، العبد إذا كان أذنب وقلبه حي تجد أنه من الصعب أن يكرره، ولو كرره تجد الحرقة في قلبه ويرجع ويتوب ويا ناس ويستفتي ويصلي ويحاول، لكن الذي تعود تعود خلاص يصبح مختوم على قلبه. ما الدليل على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يا أحبابي لازم نحفظه في حياتنا، تعرض الفتن، فتن كل أنواع، فتن الشبهات، فتن الشهوات، تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني واحدة خلف الأخرى واحدة خلف الأخرى، فأي قلب أشربها، يعني القلب الذي يستمتع فيها خلاص أصبح الأمر عادي عنده، نكت فيه نكتة سوداء، يحط في قلبك نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها لا فعلها لكن خاف منها وتركها أبعد عنها، نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب نوعين، قلب أسود من كثرة النقط السود التي لم يمسحها، لأن اتباع السيئة بالحسنة يمسحها، هذا لا يتبع توبة ولا يتبع حسنة ولا يبالي خلاص، يصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخية، يعني إيش؟ يعني مثل الكوب إذا قلبته لو صببت فيه البحر كله ما امتلأ ماء. لماذا؟ لأنه مقلوب. فهذا القلب الذي أصبح أسود لا يستقبل الخير مطلقا، ولذلك تجده يجاهر ولا يبالي، ويعلن للناس ولا يبالي، وأني سأفعل كذا وكذا ولا يبالي، يغره حلم الله عز وجل عليه. نعوذ بالله من هذه الحال، قولوا آمين. أما الآخر الذي كلما عرض عليه الذنب تاب واستغفر، فهذا يكون قلبا أبيضا كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته. فانتبهوا يا أحبابي، لا يغرك هؤلاء الذين يخرجون لك في وسائل الإعلام، ولا يخرج لك في وسائل التواصل، ولا ويقول أنا وأنا وسأفعل، لا 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 يغرك، لا يغرك، انتبه لنفسك وتسبرئ لدينك، نسأل الله لهم الهداية، قولوا آمين يا إخوة. أما الرابعة وهذه خطيرة جدا، اسمعوا هذه الآية، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، قال أهل الكفر لأهل الإيمان اتبعوا سبيلنا، خلكم مثلنا، اعملوا مثل ما نعمل، ولنحمل خطاياكم، ذنبك علي. كم واحد جاك قال سوه ذنبك علي، أنا المسؤول، أبد حلال، كم واحد قال لك كذا في حياتك؟ ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ثم ماذا قال الله؟ قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أسألك بالله، ما تهز قلبك هذه الآية؟ أعيدها مرة ثانية،
هذا الذي يأتيك يقول ذنبك علي وما عليك ويسهل لك الذنب وينشر بين الناس، هذا مثل اللي يقول ما عليكم ما عليكم روحوا سافروا افعلوا افعلوا. فتجد الضعيف وتجد الإمعة وتجد ضعيف الإيمان وتجد الذي ليس له إرادة ولا شخصية يتبع الذنب بسبب هذا الذي نشر الذنب. يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قد تنشر مقطع فيقع إنسان ما بالذنب بسببك فتتوب أنت، لكن المشكلة أن الذي وقع في الذنب قد نشر الذنب ووقع على يديه عشرات من العباد في هذا الذنب بسببك أنت. أيرضيك هذا؟ أيرضيك أن تأتي بأثقالك وأثقال مع أثقالك يوم القيامة؟ أخي ما في داعي تكون وسيلة إعلام للشر، ما في داعي تجعل جوالك وسيلة نشر للشر. احفظ دينك، هذه من المجاهرة بالذنوب يا إخوة. إذن يا أحبابي، المجاهرة بالذنب خطيرة، يجب أن نستحي من الله وأن نشكر نعمة الله علينا وأن لا يغرنا حلم الله بنا، فإن الله تعالى يمهل ولكنه لا يهمل جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا وأن يجعلنا من التوابين المتطهرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.